السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتنا الجزائريين في كل رجل مع مراز الفلة ومرحبا بكم. اليوم راح نتكلم على ثلاث أمور. الأمر الأول هو ديما في إطار الحملة تاع خونا شوبير، اتحادية زطشي خليها تصدي، اتحادية العار، اتحادية العنصرية، الاتحادية اللي ما عندها حتى مبدأ، ما عندها حتى برنامج، وما عندها حتى طموح. هذه الاتحادية طموحها الوحيد هو تدمير الكرة الجزائرية قد ما دمروها فيما بعد وما قبل شوية رحيل الحاجر وراوه والمكتب نتاعو. إذن في نفس الإطار عملت صبر الآراء على صفحتنا كلنا جزائريين. السؤال كان كيت كالتالي: هل ترى أن رحيل زوتشي يعتبر ومكتب نتاعو يعتبر حل، جزء من الحل؟ سمعوا مليح، 2256 صوت، مع العلم انه صبر الاراء تاع 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 انتخابات رئاسيه، يعني مؤسسات صبر الاراء تعتمد على احيانا على 1000 صوت. من 2256 صوت 91% يطالبوا يجاوبوا بنعم، وهو نعم انه رحيل زطشي يعتبر جزء من الحل، في حين 9% جاوبوا بلا. إذن يا زطشي وانت والمكتب تاعك، الشعب قاعد يقول لك روح خطينا، الشعب قاعد يقول لك روح قينا، الشعب قاعد يقول لك ما نسحقوكش. الشعب الجزائري هو اللي يحكم، حبيت انت والله حب السعيد والله حب العماري والله حب ما نعرف شكون، الشعب الجزائري سيسقطكم كما سقط اللي قبلكم، كيما ولد علي وكيما تيزيفو. يا زطشي تمشي اليوم والله غدوة والله بعد غدوة، احنا على كل حالة درناك قضية، هذه قضية. بالنسبة للناس اللي قاعدة تقول لنا انتم خليتوا البلاد راحت وانتم تتبعوا في الكرة، يا اخي شمر على درعيك، احنا خيرنا الرياضة مكتسب من المكتسبات ما يتسرقش، وبعد ما سرقوه الاوباش. الان شمر انت على يديك، الله يبارك، نعتنا حنت يديك وطيحنا انت السعيد بوتفليقه ولا طيحنا الاخرين، اوكي احنا يا عندنا حاجه ما تخرجوناش منها. والعبد كي يكبر راه يصرالو كيما الدوله الجزائريه، كي تهرم في الهرم نتاعها واش يصرالو، كي يروح عند طبيب السنين واش يقول له سنيك لازم يتعاودوا بكل، لكن ما ينحيهملوش ضربه واحده، ينحيهملو بالواحد. مالا احنا نحيوكم سنة سنة والله ما ولدتش الام الجزائريه. اذن راح نتكلم حاجه ايضا على بن شيخ. يا بن شيخ اظهر برك ما تخافش، انتك منافق، وعلى بالنا بعد يوم او اليوم او غدوه او بعد غدوه يخرجك بوحنيكه ويقول لك والله شهاده لله انا عيطت لك في التليفون وكي قلت لك والله محرزه ورايح لمانشستر سيتي قلت والله ماذا بيا فرحت وكذا وكذا. انتك منافق، انت انسان منافق، واللي يدافع عليك راهو كلب تاع المنافق. فوالله العظيم امور تضحك وامور تبكي. على كل يا زطشي واللي يدافعوا على زطشي، على فكره المدرب اللي قاعد يقول لكم انا راح نجيبه لكم، اذا كنت يا زطشي انت والناس اللي يدافع عليك، اذا كنت صح عندك دره تاع كرامه، اخرج للناس وقول لهم المدربين واش قاعدين يشرطوا عليك، قول لهم المدربين واش قاعدين يشرطوا عليك وكيفاه قاعدين يكلموا فيك انت يا واللي قاعدين يتصلوا باسمك بهم. انا عندي المعلومات، لكن اذا كان عندك صح كرامه قد انك اخرج قول هاو علاش هاو كيفاش قاعدين يهضروا معايا. الناس اللي كانت تقول لنا زطشي وجع على جال التكوين، وين هو التكوين؟ وريونا التكوين. عم بالكم باللي 19 سنه مساكن حبسوا بكل العام هذا تاع 98 وعملوا ولته 99 نحالهم، فقد ودر لهم المستقبل نتاعهم، وهذا بكل باش يبيع اكاديميه بارادو. هذا الانسان ما يقدر يجيب لكم مدرب، ولما يجيب لكم مدرب ويمكن جدا ان يجي حالو زيتشا ويمكن يجي حالو زيتش، لكن العروض اللي يعطيها له والاغراءات اللي يعطيها له، حتى ولو كان حاليلوزيتش قال حافظ الراجي اني مازلت ما قلت شيء، بصح يمكن انه يعطيه اغراءات. هذا زطشي واللي حاكمين في زطشي سعيد بوتفليقه وحداد، واللي ان شاء الله رايحين نشوفوا فيكم يوم ان شاء الله
انا ندعي ربي برك يا ربي ما تدينيش قبل ما نشوف فيهم يوم، قبل ما نشوف فيكم يوم برك. راح يمد لهم، راح يمدوا له اغراءات في وقت روى كانوا يقولوا له عندك الشعب راه فقير، حنا في التقشف ما كانش اكثر من كذا. دوك تشوفوا بقداش قادر يجي حاليلوزيتش او واحد اخر يخدم مع هذا الاوباش اللي كانوا يقولوا لنا التكوين من اللي راح تيزيفو هو يجري وراء المدربين، وريو لي واش داروا في البطوله، وريو لي واش داروا في تنظيم البطوله، وريو لي واش داروا في قوانين البطوله، وري لي في وين هو الرضع على الناس اللي مخالفه القوانين تاع البطوله، وري لي واش كيفاش حبس لي ترونسفير اللي ب 230 مليون وهو ما يعرفش يدير كونترول البال، وريو لي وين هي هذه بكل يا دعاة الفتن، يا دعاة يا اللي تدافعوا على الرداءة. كاينين ناس اخرين يقولوا لنا خليكم من بن شيخ راهو مرفوع عليه القلم. هذه الكلمة حذاري جدا، راح كنت نسكت عليه لو كان يخرج في القهوة مع أصحابه ويتكلم الكلام اللي يتكلم فيه. أما أنك ترد شخصية عامة ويتكلم لك الكلام هذا وتجي أنت تقول لي ما تحاربوش الإنسان راهو مرفوع عليه القلم، هذا هو الخطأ بعينه. نعطيكم مثال، قبل 12 سنة كنا نعرف إنسان لبيب جدا، يعني إنسان عاقل مترزن لكن لبيب. واحد النهار قاعدين نتكلموا في مسائل السياسة الجزائرية، قال لي سعيد بوتفليقة بالكلمة هادية، سمعوا مليح ولازم ناخذوا العبرة بالكلمة هادي. قال لي سعيد بوتفليقة، قال لي قاعد يدخل في روحه في أمور خطيته، وأنا خايف لكان في يوم من الأيام يدي البلاد للهوية. عم بكم مش رديت عليها أنا في ذاك الوقت، ربما نقول كنت صغير نعرفش ناناليزي كما اليوم. قلت له يا ولدي يا اخو الرئيس برك راحين تردوهن انتوما ما نعرفوهاش، انت ما تكبروش الامور وما تهولوش الامور وكذا اخو الرئيس. لكن بعد 12 سنه مش 12 سنه بعد 5 سنوات اكتشفت استصغارنا لدور السعيد في ذاك الوقت، وين ردنا وين وصلنا. شوفوا وين وصلنا. نفس الشيء ما تنساوش حاجه، هذاك الرديء تاع بن شيخ المتفيقه، ها هذاك المشعوذ المنافق، في يوم من الايام جاب ورقه لما حطوا ماجر على المنتخب، جاب ورقه كيما هكا فيها ليستا تاع اسماء تاع ناس ما قراتش لكن حكمت الحكم وحكمت كذا، وقال لك رئيس وزراء بريطانيا هذاك لا عنده باك، وهذاك عنده دكتوراه، جاب ليستا باش يبين لكم يا جزائريين انه هو قادر يحكم فيكم. هذاك اذا محاربه بن شيخ من محاربه الرادئين، محاربه الرداءة، والله السكوت عليها راهو القبول بها. ملا اللي يحكم بن شيخ بوم يعطيه، مانيش قاعد نحرض على العنفه لانه راجل كبير. ناس قاعده تبعث لي، وكاينه حاجه ثانيه يا جماعه، لما تبعثوا لي على ناس ولو كان اني نحارب فيها ما تبعثوليش على الاعراض من فضلكم، ما تبعثليش على مو على اختو على مرتو، ما تبعثليش الامور هذه خلاص. فساد مالي نهضر عليه، فساد تاعو هو نهضر عليه، لكن عائلته ما عندي، ما دخلني فيها وراهم خاطيهم خلاص. يعني هذه باش نقول للاخوه برك اللي قاعدين يبعثوا في الامور هذه، واني رديت عليهم اني ما نقبلش الامور هذه، انا ما نهضرش عليها. إذن محاربة هذه الفئة كاملة راهي من بعد، يعني يكون تعمل فينا برك مزية يا ابن يا زطشي، ازرب روح لأنه عندنا التور تاع الهداف وأخواتها واللي دارها واللي فيها واللي كذا. بصح في هذاك الوقت أنتوما نتعاملوا معاكم معاملة الشارع، والله نتعاملوا معاكم معاملة الشارع، بوحنيكة وشيخي وبن شيخ وهذاك عمارة والله مول الهداف اللي ما يعرفش حتى لكان البالو مدور والله كاري، وحال قناة وحال جريدة، وربح من سرا ربح على ظهر الجزائريين بالكذب وبالتنوفيق، وكلا صحابه اللي بداو معاه. او نجيك ربما نجيك الامر هذا. اذا راح نختم برك بعبرة ودرس من المونديال. من يعتقد يا خاوتي، من يعتقد انه وصول كرواتيا وصول بلجيكا وصول انجلترا وصول فرنسا لهذا الدور المتقدم هو ضرب من الحظ، فهذه هي الشعوذة صح،
هذه الشعوذه صح. ما تقدرش تكون اليوم من كبار الكره ولا من كبار الرياضه اذا ما تعاملتش بالثلاث امور هذه وما كانش رابع لهما. الامر الاول، الامر الاول هو ضخ الاموال وضخ الاستثمارات بشكل كبير باش تكون بطوله كبيره. بطوله كبيره راح تجيب لك لما تجيب المال تجيب الاستثمار، لما تجيب الاستثمار، لما تجيب الاستثمار رايح تجيب الكفاءات، لما تجيب الكفاءات رايحين كل الناس يحابوا يخدموا معاك. لما تجيب هاد الناس بكر راح تجيب جمهور يشتري، راح تكون سوق محلي، راح تكون بيع وشراء كبير. لما تجيب هاد الامور راح تجيب فرق تتنافس، لما تتنافس الفرق رايحة تولي عندها مدارس وتخرج. لما يعود عندك مدارس بطولة كبيرة تخرج مدارس، اللعابة نتاعك رايحين يحتكوا بأحسن اللاعبين في العالم. وهذا هو المثال الإنجليزي، وبدات منذ ان شرى ابراموفيتش تشيلسي، بعد ذلك لحقوا الامريكيين شراوا مانشستر سيتي، كذلك ليفربول، مانشستر سيتي داوها القطريين، ارسنال استثمروا فيها الاماراتيين. وصلنا لدرجه في البطوله الانجليزيه انك اللي انه الفريق اللي كلاسي العاشر كيما ايفرتون يمكن انه يعرض على لاعب 50 مليون اورو بدون مشكله. وهذا الامر اللي كان مع ابراهيمي عندها 3 سنوات. لما تخلق بطولة على مستوى عالي في بالاستثمار، لما تدخل مال تولي عندك بطولة كبيرة. لما تكون عندك بطولة كبيرة اللعابة نتاعك راحين يحتكوا مع اللعابة الكبار ويوليوا عندهم لا كاليور تاع لاعب كبير ويخرجوا لك فريق كيما الفريق الانجليزي اللي وصل اليوم النصف النهائي عن جدارة واستحقاق. خانوا امر انه ما عندوش لعاب يهز الفريق كيما مودريتش او اسمعوا مليح او محرز. لو كان محرز انجليزي اليوم انجلترا في الفينال نقولها وانايا على بالي، وانا مازال ما ترفعش عليا القلم. الامر الثاني انك تولي مشتلة، يعني في كل مدينة عندك مدرسة تكوين للفئات الصغرى، تخرج لك لي بيبيت. عم بالك باللي ما تقدرش تدير بطولة كبيرة لأن ما عندكش الخمسة ست مدن كبار اللي يقدروا يضخوا أموال كبيرة باش يعملوا فرق كبيرة، ما عدا باريس سان جيرمان في فرنسا. وهنايا المثال تاع فرنسا، مثال حي تاع فرنسا، ما عدا باريس سان جيرمان وطريف موناكو، لكن ما يقدروش ينافسوا مع البطولات الكبيرة انجلترا واسبانيا. هذا الامر لما يعود عندك المشاتل هكا راح تخرج اللعابة تاعك يلعبوا في البطولات الكبرى الاسبانية والانجليزية، وتزيد معاهم لاعب من باريس سان جيرمان او زوج من باريس سان جيرمان كيما حصل مع 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 فرنسا. الامر هذا فرنسا وصلت جماعة في العشرين سنة الماضية، وصلت في العشرين سنة الماضية قبل العشرين سنة، يعني عندهم تقريبا 30 سنة وما يعملوا في هذا، أنه قوة الفرنسيين كأجون جماعة، يعني وكيل اللعابة وكلاء اللعابة والمؤسسات تاع وكلاء اللاعبين أصبحت يخافوا من الفرنسيين. وكيل فرنسي كلهم يعملوا له هكا في أوروبا كاملة، كلهم يعملوا له هكا لانهم عم بالهم باللي هذيك هي المشتله اللي قادره تمد حتى للفرق جماعه اللي في المرتبه الخامسه والسادسه يديو من عندها بدون اي مشكله. كاين ديما لعابه اللي يخرجوا من هذيك المشاتل. الامر الثالث هو انك اذا ما عندك بطوله كبيره، اذا ما عندك امكانيات باش تعمل مشاتل كيما هكا مدارس تكوينيه، هي انك تعمل دي بيستور، هما الناس اللي يكتشفوا المواهب وهي صغيرة، عصافير نادرة تاع الصح، ويهزوهم من الصغر ويعتمدوا عليهم ويكبروهم ويضغطوا ويحطوا لهم كل الإمكانيات اللازمة، يخرجوهم يلعبوا من الصغر في المدارس الكبرى ويمشيوا معاهم ويتبعوهم حتى يوصل. في 2002 مجلة في بلجيكا كاتبة 12 لعاب من الحاضرين الان في 2002 لما كانوا في عمرهم 8 ل 12 سنه، 12 لعاب من بلجيكا، هازارد، لوكاكو، دي بروين، كاتبين هاهم لي فيتور ديابلو روج،
حطوا عليهم حتى جابوهم وخرجوهم من الفرق الكبرى وعاودوا ردوهم للمنتخب نتاعهم. هذا الامر اللي صرا مع بلجيكا، وهذا الامر اللي صرا مع كرواتيا ايضا. شوفوا وين راهم، شوفوا وين رانا احنا، يا رانا نستناو مودريتش وهازار، واحد فيهم راح يدي الكره الذهبيه. يعني نظن انه مودريتش، نظن انه مودريتش. الكاس العالم هذه اثبتت لنا انه العمل والفلسفه والتقنيه والعلم هما الصح. حنايا كي كانوا عندنا شويه ناس يكمصوا اعتمدنا على الطريقه البلجيكيه والكرواتيه، لكن اننا نروحوا نجيبوا العصافير النادره، نجيبوهم ساجين، نجيبوهم كبار ونعتمدوا عليهم. لكن وكان المخطط انه بدا فيه الحاجر وراه المكتب تاعو انهم يتصلوا باللاعبين وهما صغار، يعني نفس الشيء في المدارس الكبرى ونعتمدوا عليهم. لكن جاونا الفاسدين المفسدين اللي يحبوا الخير غير لارواحهم وما يحبوا الخير لحتى واحد اخر، جاو باش فسدوا لنا امر كان ماشي في الطريق الصحيح، وعطاونا الكارثة انهم حطونا في البلاطوات متفيقين، حطونا في البلاطوات مشعوذين يعلموا فينا كيفاش نعملوا الرياضة وكيفاش نطوروا الرياضة. خسئتم وخسئ من وضعكم، وان شاء الله رب العالمين يا ربي خليني عيني حيين برك حتى نشوف سعيد بوتفليقة وحداد وكل من افسد في هذه الارض، وخاصة نتاع الرياضة هذو نشوفوا فيهم نهار. وزطشي هذه يا جماعة البطولات الأوروبية رايحة تبدأ، احنا رانا قاعدين له نحكموا معاك 6 شهور ولا 5 سنين. زطشي هز هذه درك نهزوها في العالم بكل، هذه خليها تصدي اتحادية زطشي اللي بداها أخونا شوبير، درك تصدي في العالم بكل. والله ما ولدتش المرأة الجزائرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.